ارجاء يعني اوضاع الضمير وارباع للسنة. الان هنا مرتبين اساسيين. المرتب الاول هو اسباب النظام، والمرتب الثاني هو المملكة الدستورية. ايها الاحبة انتبهوا جيدا، اسباب النظام مطلب في غاية الامكان. اذا سقط هذا المطلب لن تكون هناك اي فرصة لإقامة مملكة دستورية. الذي سوف أقوله هو رأي، وهناك رأي آخر. استمعوا إلى كافة الآراء، ولكن في النهاية أنتم الذين سوف تقررون. الرأي الذي سوف أقوله هو من باب الأمانة التاريخية، إرجاء يعني إرضاء للضمير وإبراء للذمة. الآن هناك مطلبين أساسيين. المطلب الأول هو إسقاط النظام، والمطلب الثاني هو المملكة الدستورية. أيها الأحبة انتبهوا جيدا، إسقاط النظام مطلب في غاية الإمكان. إذا سقط هذا المطلب لن تكون هناك أي فرصة لإقامة مملكة دستورية. من الناحية العملية ابتعدوا عن التنظيرات، احذروا التنظيرات النظرية. من الناحية العملية إذا دخلت قوى المعارضة في التفاوض من أجل إقامة مملكة دستورية، فهذا التفاوض سوف يستغرق شهور. بمعنى آخر أن هذا الزخم الثوري سوف يتلاشى، وتكون المفاوضات بعيدة عن هذا الاحتضان الثوري. بمعنى آخر سوف تعطى الفرصة للسلطة لكي تفرض إرادتها على القوى السياسية. أحبتي، من جهة أخرى اسمعوا أحبائي، من جهة أخرى السلطة بيدها الجيش، وفي يدها الحرس الوطني، وفي يدها قوات الشغب والشرطة، وفي يدها مؤسسات الدولة. كل هذه الأمور من شأنها أن تفرض إرادتها على المفاوضين. سوف تستخدم القوى الموالية لتميع المطلب، سوف تلجأ إلى البعد الإقليمي لتمييع المطلب. ولهذا إذا سقط مطلب إسقاط النظام سوف يسقط معه مطلب تحت المملكة الدستورية. اعلموا أحبائي، إذا كنت حيا سوف أذكركم، وإن كنت ميتا اذكروني وترحموا علي. إذا أصريتم على إسقاط النظام فسوف تجدون ذلك حقيقة قائمة بالفعل. وإذا تخليتم عن هذا المطلب فلن تروا مملكة دستورية ولا بأي حال من الأحوال. سوف تكون هناك مجرد إصلاحات سطحية ولن تتحقق المملكة الدستورية. إذا تم التخلي عن مطلب إسقاط النظام هناك أربعة نتائج يجب أن تؤخذ بها الاعتبار. النتيجة الأولى، لن تكون هناك مملكة دستورية، وسوف تتعزز
الانقسامات في صفوف الجماهير وبين القوى السياسية وبشكل أقسى من السابق. وأنبه الإخوة السياسيين، أنبه القوى السياسية بأن من يذهب إلى المفاوضات فسوف يحترق سياسيا ولن يكون بعد ذلك. والأهم من ذلك، الأهم من ذلك أننا سوف نضطر إلى تقديم تضحيات مادية ومعنوية وبشرية ضخمة، وقد لا تتحقق أو لا تكون أي فرصة للتغيير والإصلاح على ذلك. اللهم اشهد بأني قد بلغت، اللهم اشهد بأني قد بلغت، اللهم اشهد بأني قد بلغت.